مطالبة الوزراء بإغلاق أي ثغرة قد يستغلها الفاسدون لسرقة المال العام، هل هي مقدمة باعتقادك لصدام مع الفاسدين؟ ما الذي على الحكومة أن تنتظره أو تتوقعه من هكذا مواجهة؟ المعركة مع الفساد ستي هي مفتوحة. طبعا أشكركم على الاستضافة مرة أخرى. أهلا. المعركة لا زالت مفتوحة وتبقى مفتوحة ما دام هناك يعني عصابات للفساد، أجندات للفساد، كارتلات للفساد. فبالتالي الجهد الحكومي باتجاه تقليل وتقويض مساحات الفساد هو يحتاج إلى برامج ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى يعني في حالة يقظة يعني مستمرة من قبل الأجهزة الرقابية وحتى الوزارية. بالتالي عندما تكون هناك يعني بعض الأحزاب لديها مخالب في الوزارات وتتحين الفرص عندما تكون هناك أموال للموازنة عن طريق الاستثمارات أو عن طريق المناقصات أو عن طريق يعني الدعوات المباشرة للمشاريع، من الممكن لهذه المخالب يعني أن تكون مؤثرة، أن يعني تكون هناك استنزاف إلى أموال الدولة. هو حذر وهو يعلم أين المساحات التي فيها خلل للفساد والتي من الممكن للفساد أن يعني يتغذى منها ويتعشعش فيها أكثر في عمق هذه الوزارات. هو حمل المسؤولية إلى الوزراء، والوزراء لابد أن يتحملوا المسؤولية الكاملة، وتذهب المسؤولية باتجاه الهيكل التنظيمي، الهيكل الإداري لكل وزارة. بالتالي عندما نذهب بهذه المنهجية التي يعني رصدت من قبل أو اعتمدت من قبل الحكومة الحالية، باعتقادي سوف تتقوض الكثير من المساحات التي يتحركون فيها الفاسدون وتتقلص الكثير من ملفات الفساد. لا أقول ينتهي الفساد، ولا أقول يعني سوف تكون هناك نهاية قريبة، لكن أستطيع أن أقول المعركة هي معركة بمعدات صحيحة وأدوات صحيحة. الرؤية للحكومة باتجاه معركة الفساد يبدو أن السيد السوداني أسس لها من خلال اللجان التي شكلت في الرقابة، وهناك جهد من مجلس القضاء الأعلى مصاحب إلى هذا الجهد التنفيذي الذي يكافح ويحارب الفساد. ونأمل من الجهة التشريعية، أي أقصد البرلمان من خلال لجنة النزاهة أو اللجان الأخرى، أن تأخذ المسؤولية على عاتقها جيدا وتذهب باتجاه معاضدة الحكومة لمكافحة ومحاربة الفساد. يعني بعض المحافظات فيها فساد أكثر من الوزارات، فهو الآن كلام السيد السوداني الأخير هو لا يقصد الوزارات فقط، بل يقصد حتى المحافظات والمحافظين الذين تلكؤوا. من الممكن أن تكون هناك إجراءات لربما قاسية لن تشهدها الحكومات السابقة باتجاه يعني مكافحة ومحاربة الفساد. طيب. بنكهة جديدة، بأسلوب جديد، بمنهجية أكثر فاعلية من التي كانت عليها سابقا.